معي عبر الهاتف من كافنتري رامي عبد الرحمن، مؤسس ومدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. مساء الخير، أهلا بك معنا. هل ممكن أن نعرف معلومات أكثر من حضرتك عن هذه يعني أكبر موكب للمهجرين هذا الذي نتحدث عنه، وضعهم من حين هذه الرحلة، يعني الرحلة المأساوية من حين خروجهم والمسافة كلها وعندما يصلون، ما الأوضاع؟ نعم، أولا دعينا نقول أن القافلة الكبيرة التي انطلقت الساعة 6:00 من فجر اليوم بتوقيت دمشق، هذه القافلة كانت قد بدأت صباح الأمس بالإعداد لها. خرج قسم من هذه الحافلات، توقف عند أطراف حرستا على طريق دمشق حلب الدولي، ومن ثم خرجت الحافلات تباعا. طبعا تأخير انطلاق القافلة كان بسبب التفتيش الشديد من قبل قوات النظام بإشراف الروس على السلاح الفردي الذي كان متفق أن يخرج قطعة سلاح واحدة، ومن ثم يعني فتشوا كامل الأمتعة للبحث عن السلاح داخل هذه الحافلات. طبعا الحافلة أيضا كحافلات كان فيها مقاتلين ليس فقط من فيلق الرحمن، بل من هيئة تحرير الشام ومن أحرار الشام ومن فيلق الرحمن، بالإضافة لآلاف المدنيين. المدنيين الغير مرتبطين بالفصائل حتى اللحظة غالبيتهم موجودين داخل الغوطة الشرقية بانتظار خروجهم اليوم أو غدا، أو غدا عفوا، ضمن الخروج الكبير من هذا الجيب. في ثمة من سيبقى، يعني هل من عدد لذلك في ضمن الاتفاق؟ طبعا أنه من يريد أن يبقى يمكن أن يبقى، وستكون له حماية يعني حتى. لا، الحماية لا توجد في ظل نظام قاتل وفي ظل روسيا الحامية التي شاركت بقتل أبناء الغوطة الشرقية، 1600 ونحو 1650 مدني قتلتهم الطائرات الروسية بطائرات النظام ومدفعية النظام بإشراف الضباط الروس. أما بالنسبة لطريق القافلة، طريق شاق جدا، يعني القافلة تنطلق من أطراف دمشق العاصمة باتجاه حمص، ومن ثم تدخل إلى الساحل السوري وتسلك طريق جبلي من منطقة ما بين بانياس وجبلة، ومن ثم تذهب إلى قلعة المضيق. أي أن المسافة بدلا من أن تكون نحو 3 ساعات تأخذ نحو 12 ساعة تقريبا أو أقل بقليل حسب الطريق وحسب الاعتراض على الطريق من قبل بعض مؤيدي النظام، سواء كانوا في الساحل أو في حمص أو حتى عند الخروج من أطراف العاصمة دمشق. لكن الطائرات المروحية الروسية ترافق الحافلة إلى أن تصل إلى وجهتها في قلعة المضيق عند أطراف محافظة إدلب. بعد ذلك تنطلق القافلة إلى مناطق المعارضة يجري دخولها إلى إدلب. بعد إدلب هنا السؤال، هل تبقى في إدلب أو تنطلق إلى عفرين؟ هذا الأمر يحتاج إلى تحقيق كبير، ونحن نتابع هذا الأمر منذ أيام بعد أن اعترف فيلق الرحمن بأنهم يتشاورون مع الأتراك للانتقال إلى عفرين بدلا من إدلب. طب كيف وضعهم في إدلب سيد رامي؟ يعني حتى لو كان هناك بعض المنظمات التي تستقبلهم بشكل مؤكد، من يخرج من بيته يسكن في مخيمات سيكون وضعه مزرين، حتى رغم الحصار رغم كل شيء كان وضعهم في منازلهم أفضل من أن يكونوا في مخيمات النزوح في هذا التهجير. ولكن القصف الشديد التدمير الشديد في الغوطة الشرقية هو الذي دفعهم إلى الخروج باتجاه الشمال السوري، ولكن كل ما نخشى أن يتم تجميع كل هؤلاء في إدلب تمهيدا لعملية عسكرية واسعة بذات الزريعة التي استهدف فيها الغوطة الشرقية وهي هيئة تحرير الشام. طيب، في أمس كنا نتحدث طبعا مع ضيوفنا أيضا عن الدفعة السابقة وعن في حالات مرضى أيضا ممن ذهب، يعني هل نعرف عن فيما يتعلق بهذه الدفعة معلومات إضافية؟ نعم، طبعا هناك حالات مرضى بهذه الدفعة، هناك يوم أمس الأول أيضا هناك حالة وفاة، أي أن الحالات الصحية المرضية موجودة في ضمن القوافل التي تخرج. ولكن أيضا هناك وضع مأساوي قبل الخروج، يعني أمس واليوم الفصائل المقاتلة في هذا الجيب تقوم بالاستيلاء على الحافلات، تأخذها إلى مقراتها لتصعد هي وعائلاتها أولا وتترك المدنيين الآخرين في الغوطة الشرقية. كان هناك أعداد كبيرة من المدنيين يريدون الخروج قبل أن يعني تنقض قوات النظام عليهم أو القوات الروسية ويجري اعتقالهم، مثل العشرات الذين اعتقلوا في كفر بطنة، ثقبة، جسرين، عين ترمى. ولكن مع الأسف على ما يبدو أن القوة هي التي تحكم في هذا الشأن. أنا أشكرك جزيلا على كل هذه المعلومات من كافنتري رامي عبد الرحمن، مؤسس ومدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.